السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو سوف نحاول أن ننجز درس في مكون الصرف والتحويل أسماء الإشارة 2. إذا كنا تعرفنا في الدرس السابق للصرف والتحويل أسماء الإشارة 1. إذا بالنسبة للنشاط الأول، أتذكر أقرأ الفقرة وأكتب أسماء الإشارة المناسبة مكان النقاط. إذا اشترت منى هدية وقصدت منزل صديقتها التي تحتفل بعيد ميلادها، ولما وصلت استقبلتها هدى وقالت لها: قفي بجانبي سأقدم لك الحاضرين، هذه منية. وهنا عندنا سليم، سليم هنا مفرد مذكر، إذا وسنستعمل اسم الإشارة للقريب. إذن وهذا سليم وتلك، إذن هنا اسم الإشارة هذا للبعيد، وتلك الجالسة في الركن عائشة. وهنا الواقف عندنا هذه مذكر مفرد المذكر، ولكن غادي نستعملوا اسم الإشارة للبعيد كما هنا عندنا وتلك، خصنا نديروا اسم الإشارة للبعيد. وذلك الواقف بجانبها حمزة. إذن هنا شنو هم أصدقائي وصديقات، إذن هنا عندنا الجمع مذكر والمؤنث، إذن غادي نقولوا هؤلاء، وهؤلاء هم أصدقائي وصديقاتي في النادي، إذن كلهم جميعهم. أكمل الجمل بأسماء الإشارة للقريب. إذا في السؤال الأول للقريب وفي السؤال الثاني للبعيد. إذا هذا الجدول هذا عندي المذكر المفرد المذكر، إذا غادي نقول هذا أخي محمد، والمفرد المؤنث غادي نقول هذه بنت لطيفة أو هذه بنت جميلة. إذا هذا وهذه للمفرد المذكر والمؤنث للقريب. المثنى غادي نقول هذان تلميذان مهذبان أو هذين تلميذين مهذبين. وفي المؤنث غادي نقول هاتان أختان رائعتان أو هاتين أختين رائعتين. إذا للمثنى المؤنث نستعمل للقريب أسماء الإشارة هذان أو هذين وهاتان أو هاتين. بالنسبة للجمع المذكر كنقول هؤلاء للقريب أسماء الإشارة للقريب، هؤلاء أطفال رائعون. وكذلك بالنسبة للمؤنث كنقول هؤلاء تلميذات مجتهدات، إذا هؤلاء كنستعملوها لجمع المذكر والمؤنث للقريب. بالنسبة لأسماء الإشارة للبعيد، إذا المفرد المذكر كنقول ذلك الولد الواقف في الركن، إذا ذلك تستعمل للمفرد المذكر للبعيد أسماء الإشارة للبعيد. والمفرد المؤنث نقول تلك البنت القادمة، إذا تلك تستعمل للمفرد المؤنث للبعيد، إذا ذلك وتلك للمفرد المؤنث والمذكر للبعيد. بالنسبة للجمع كنقول أولئك الأولاد الجالسون في الأمام، إذا هذا بالنسبة للجمع المذكر. وكذلك بالنسبة للجمع المؤنث كنقول أولئك التلميذات في مؤخرة الصف أو في آخر الصف. إذا نستعمل هذه الأسماء الإشارة للقريب وكذلك للبعيد. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا مع مكون الصرف والتحويل وعنوان الدرس أسماء الإشارة 2. إلى اللقاء.